عم سعيد ان شاء الله على المسلمين كلهم وعلى النادي الاهلي ان شاء الله 2018 2019 اللي احنا ان شاء الله هنحقق بطوله الدوري عام ان شاء الله السنه دي. والله عدى عليا طبعا نجوم كتير او طبعا من جيل الكابتن محمود الخطيب طبعا والجيل اللي هو بعده كان بتاع مجدي عبد الغني وكان طاهر ابو زيد واجياله واجياله وجيل ابو تريكه وبركات وعماد النحاس والاجيال الكبيره دي يعني عدت على اجيال كتيره طبعا. واخر جيل اللي انا شغال مع الجيل ده ان شاء الله يبقى ربنا يوفقكم ان شاء الله وتحصل على بطوله الدوري عام السنه دي وتفرحوا جمهور الاهلي. الناس اللي صعد وكان ذكرت معاك جامده يعني اللي هو كان الكابتن حسام غالي طبعا اول ما كانت صعد للفريق الاول كان ايام مانويل مستر مانويل اللي هو صعدوا الفريق الاول ولعب مواسم كتير قوي طبعا وحصل على جميع البطولات. الناشئين النادي الاهلي طبعا من الاول ما هو من السن اللي هو من 11 سنه بيلعب بطولات الجمهوريه والدوري والكلام دوت لجميع الاجهزه الفنيه بتعود ان لعيب نادي الاهلي وهو من صغره لازم بيحصل على بطولات لان نادي الاهلي نادي بطولات. يعني هم بيقولوا للناشئ نادي الاهلي نادي بطولات من صغره بتعود الحاجات دي بتيجي معاه بكل ما بيطلع في السن بيحصل على جميع البطولات لان هم طبعا الجهاز الفني اللي هو بتاع قطاع الناشئين بيعرفهم الحاجات ديت لان النادي الاهلي نادي بطولات ما ينفعش ما ياخدش بطوله. بقول لكل ناشئ طبعا لازم يمشي ملتزم طبعا وما بيجي يمشي ملتزم يودي يدي الكره حقها ربنا هيديله. لكن اللي هو اللعيب اللي هو من الناشئين مش كويس طبعا وماشي في طريق مش كويس يبقى طبعا مش الكره مش هتديله. لازم الكره تديله من الاحترام للملعب من الملعب للبيت والكلام دوت. لا اللعيب لازم يلتزم يبقى ربنا هيديله. اللعيب مش هيلتزم ربنا هيديله فين؟